مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من المهرة، والذي نستعرض فيه وإياكم أبرز المستجدات والأحداث خلال الأسبوع المنصرم في محافظة المهرة. كما سنسلط الضوء في هذه الحلقة على أهم القضايا والملفات التي شهدتها المحافظة خلال هذا الأسبوع. مرحبا بكم. البداية مع أبرز أحداث الأسبوع، حيث عقد المجلس العام لأبناء المهرة والسقطرى ولجنة الاعتصام اجتماعا موسعا بحضور السلطان محمد عبد الله العفرار والشيخ علي سالم الحريزي لمناقشة آخر المستجدات في محافظة المهرة. وأكد السلطان محمد عبد الله العفرار أن الاجتماع جاء من أجل توحيد الجهود والعمل المشترك لأبناء المهرة لمواجهة الأطماع الخارجية كافة. وأشار العفرار إلى أن دور لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة أصبح محوريا ويحظى بشعبية واسعة لدى أبناء المحافظة. قال وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ علي سالم الحريزي إن القوات السعودية والبريطانية والأمريكية حولت مطار الغيضة إلى ثكنة عسكرية. وأكد الحريزي في تصريح للمهرية أن الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة وجميع أبناء اليمن لا يعرفون ما يدور داخل مطار الغيضة الذي تحول إلى قاعدة عسكرية ومنطلقا لخلايا التجسس على اليمنيين، وطالب بسرعة رحيلها من المهرة. الحين احنا مطار الغيضة، هل نحن نعرف ايش اللي يحصل فيه؟ لا. السلطة المحلية ايش اللي يحصل فيه؟ لا. الحكومة اليمنية ايش اللي يحصل فيه؟ لا، ما حد يعرف ايش اللي يحصل فيه. ولهذا نحن نطالب كل المعنيين بالامر، من معتصمين، من مجلس العام ورئيس المجلس العام، من سلطة محلية، وكل الاحزاب والقوى السياسية في المهرة، ان نتكاتف وان نقول للسعوديين ماذا تفعلون في مطار الغيضة؟ ومن هو عندكم في مطار الغيضة؟ وايش دخل البريطانيين والامريكيين في مطار الغيضة؟ يا جماعة نقبل بالاحتلال البريطاني الان؟ ويا ريت عاد البريطانيين دخلوا عبر قنوات. يا ريت الامريكان دخلوا عبر قنوات. الانظمة العربية فاتحة لهم. يا ريت جو عبر اي جهة تعطيهم شيء من يعني من المنطق. كل هذا الكلام ما فيش. ولهذا علينا أن لا نقبل بوجود البريطانيين والأمريكان والسعوديين. إلى ذلك أكد الشيخ الحريزي أن السعوديين والإماراتيين نجحوا في إجبار الرئيس هادي على اختيار حكومة تتماهى مع مشاريعهم الاحتلالية في المهرة وسقطرى واليمن بشكل عام. السعوديين والإماراتيين نجحوا في اختيار حكومه معين عبد الملك، مشان تكون في الصوره. حكومه معين عبد الملك، طبعا عبد ربه منصور هادي حاول ان يرفض اكثر من 6 أشهر او اكثر من 8 أشهر، لكن في الاخير السعوديين والاماراتيين استطاعوا ان يفرضوا على عبد ربه القوائم اللي اختاروها. كيف القوائم اللي اختاروها؟ هم يريدوا حكومة يمنية باسم الشرعية تخرج إلى العلن، لكن وزراها يمنيين صحيح، لكن يخدموا الأجندة السعودية الإماراتية. عبد ربه لما تقدم بمقترح للوزراء قالوا له لا، يريد يغير رئيس الوزراء قالوا له لا. الانتقالي يختار الإمارات تختار حصة الانتقالي، والسعودية تختار حصة الشرعية، فاختاروا وفرضوا على عبد ربه كل الوزراء اللي يبغوهم. بدوره أكد رئيس دائرة الشيوخ في لجنة الاعتصام السلمية الشيخ سالم علي ياسر
أن شيوخ القبائل في محافظة المهرة يقفون بالكامل إلى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للحفاظ على المهرة. وأضاف بن ياسر أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إذا تخلت عن واجبها في حماية المهرة سيكون لقبائل المهرة الدور الكبير للحفاظ على محافظتهم، كما أفشلوا كل المؤامرات السابقة. احنا كلنا خلية واحدة وكلنا متعاونين ونشتغل شغل واحد والمصب واحد، فلهذا يجب رص الصفوف من أجل الوطن. احنا بالنسبة لنا مع السلطة المحلية ومع كافة الأجهزة الأمنية والتشريعية والذي تعجز عنه السلطات، احنا كشعب واجبنا الوطني والديني لن نتأخر شبر واحد، وسوف نكون أوفياء لهذا الوطن. في سياق متصل، كشفت مصادر محلية في محافظة المهرة عن تورط خلية تجسس عملت مع القوات البريطانية في مطار الغيضة بالمحافظة. كان من بين مهماتها ملاحقة الشيخ علي سالم الحريزي ورصد تحركاته. وقالت المصادر إن أعضاء الخلية قابلوا ضباط استخبارات أمريكيين وبريطانيين في المطار وكلفوا بعدة مهام منها ملاحقة الشيخ الحريزي واغتياله. وأضافت المصادر أن أعضاء الخلية تلقوا تدريبا في كتيبة المهام الخاصة تحت قيادة فائز المنتصر في مدينة الغيضة، وأن المحافظ السابق راجح بكريت يقف وراء استقطاب الخلية وتجنيدها في المحافظة. رئيس المجلس العام للمهرة وسقطرى سلطان محمد آل عفرار التقى محافظ المهرة محمد علي ياسر. وخلال اللقاء أكد آل عفرار وقوف المجلس إلى جانب السلطة المحلية ودعم جهودها في تحقيق التنمية. وجرى بحث أهمية الوقوف صفا واحدا تجاه قضايا المحافظة وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة وتعزيز إجراءات الأمن. قدمت اللجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة دعما ماليا لمنتدى الطالب المهري في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظة شبوة، حيث قالت إدارة المنتدى في بيان لها إنها تسلمت مبلغ 1,500,000 ريال يمني مقدمة من لجنة اعتصام المهرة لمساندة أبنائهم الطلاب في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال مسيرتهم التعليمية. وفي بيان آخر قال منتدى طلاب المهرة في شبوة إن لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة قدمت مبلغا ماليا يقدر بنحو 500,000 ريال يمني دعما لأبنائهم الطلاب. برنامج فعاليات الموروث الشعبي الأول نفذها نادي حوف الرياضي في المهرة بمشاركة واسعة من أبناء المديرية. وتضمنت فعاليات الموروث الشعبي سباق القوارب وسباق الجري بالإضافة إلى العديد من المسابقات التي تهدف إلى إحياء الموروث الشعبي وتشجيع الشباب لممارسة الرياضة. وتأتي فعاليات الموروث الشعبي بالتزامن مع افتتاح مقر النادي الجديد بالمديرية بدعم من السلطة المحلية في المحافظة. ثلاثة أيام متتالية لإحياء الموروث الشعبي الأول في مديرية حوف،
والتي شهدت عددا من الأنشطة الرياضية والثقافية والشعبية والفلكلورية من تراث المديرية الغني بالأنشطة والفعاليات المتوارثة، والتي ما زالت حاضرة بقوة في المناسبات أو في مناسبات أبناء المهارة. إلى التفاصيل في سياق هذا التقرير. 3 أيام حافلة بالفعاليات الثقافية والفلكلورية خلال مهرجان الموروث الشعبي الأول لمديرية حوف، بمشاركة من فرق الألعاب الشعبية والأندية الرياضية. صورة عكست ما تملك هذه المديرية المهرية من تراث غني وبهيج. أيضا السباق البحري، يتسابقون الشباب في القوارب على عدة مجاذيف، هذه يعني عندنا نحن نسميها حطب أو سيب، نسميها سيب نحن في المهرة، وهذه يعني تراثيم من الأجداد تسابقون عليها، والذي هو يجي الأول أو الثاني يتوج يعني بنفس المركز. رياضة سباق القوارب بالمجاذيف الشعبية كانت افتتاحية هذا المهرجان الذي حمل شعار كلنا حوف، وشهدت منافسة وتفاعلا كبيرين. نظرا لشعبية هذه اللعبة في المديرية التي يرتبط تراثه بالبحر، لأن هذا شيء جميل جدا أن نحتفظ بهذا التراث وأن نخلد هذه الأعمال. هذه الأعمال بالنسبة لنا ككنز، وهذه الأعمال ورثناها من الأجداد، وبالتالي نحن نحافظ عليها لأن هي ككنز، وكذلك عمل تاريخي ثقافي في هذا خصوصا في هذه الايام. الفعاليه شهدت العابا ورقصات شعبيه تقليديه على مدى يومين في ملعب الفقيد عوض علي محيسن، بالاضافه لمباراه وديه بكره القدم على الملعب ذاته، واقامه سباق لاختراق الضاحيه. يعني عدتوا لنا التاريخ وعدتوا لنا الامجاد السابقه، هذه كنا الاول يعني نحن نحث عليها كثيرا في هذه المديريه، مديريه الصمود ومديريه يعني صامده ومديريه يعني الثوار، مديريه يعني الناس الفقراء وحي الصيادين رهن، ونشكركم على هذه اللقطه الحميده الجيده على نفسكم لهذه الاثار القديمه. المهرجان الذي اختتم بحفل تكريمي للمشاركين لقي تفاعلا جماهيريا كبيرا، ومباركة لهذه الخطوة بالحفاظ على التراث العريق لمديرية حوف. ورسمت هذه الفعاليات لوحة بديعة عن مكنونات هذا التراث الجميل والملهم. لقيت فعاليات الموروث الشعبي الأول في مديرية حوف إشادات واسعة من قبل الحضور من أبناء المهرة، والذي شهد تفاعلا جماهيريا واسعا من مديريات المحافظة كافة. مراسلنا في المهرة زار الفعالية وأعد لنا الاستطلاع التالي. والله شعور لا يوصف من ناحية المشاركة ووجود الجمهور وتفاعل مجتمع المديرية يعني بشكل خاص، وإن شاء الله نقول مرة ثانية يكون أكبر وبشكل متطور. نشكر السلطة المحلية التي قامت بدعم هذه الفعالية وإنجاحها، ولهم جزيل الشكر من الجميع المشاركين. هذه الألعاب التراثية التي أقمنا هذا الموروث الشعبي للحفاظ عليها من الاندثار وتعريف الأجيال بهذه الألعاب، لأن الكثير من الأجيال في وقتنا الحالي لم تعد تهتم لهذه الألعاب ولم تعرف هذه الألعاب، بالتالي إقامة مثل هذه الفعاليات وأحياها يعود الأجيال لمعرفة مثل هذه الألعاب ومحاولة لعبها والحفاظ عليها من الاندثار. وأجدها فرصة من خلال هذه الموقع أن أشكر جميع من ساهم ودعم لإنجاح هذا الفعاليات، وعلى رأسهم راعي الشباب الأول المحافظ محمد علي ياسر. يعتبر لأول مرة المشاركة يعني في المهرجان الأول الثقافي في المديرية، وهذه خطوة إيجابية. وأيضا نشكر القنوات، وهذه أول فعالية إن شاء الله تكون هذه الفعالية الأولى في سباق القوارب، ونتمنى التوفيق والنجاح لنادي حوف في كل المهام الموكلة إلينا. أشكر جميع أبناء حوف كبارا وصغارا على تفاعلهم المنقطع النظير ومؤازرتهم لناديهم في هذه الفترة، وكذلك حضورهم
المتميز وتشجيعهم الذي لم نرى مثله. وهذه ثمرة مبادرة طيبة من قبل أعضاء الجدد في أحياء النادي والعودة نادي حوف إلى مكانتها الطبيعية بين مصافي أندية المحافظة، وأحياء موروث الشعبي في المديرية له أثر طيب على أبناء المحافظة، وكانت فعاليات ناجحة بمستوى كبير. أمنيا، تمكن رجال الأمن بمديرية الشحن بمحافظة المهرة من ضبط عصابة تمتهن السرقة مكونة من 4 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، يقومون بسرقة البضائع من الشاحنات في منفذ شحن البري. مصدر أمني قال بأن شرطة مديرية الشحن تمكنت من ضبط الجناة متلبسين وبحوزتهم كميات من المسروقات قدرت بأكثر من 10 ملايين ريال يمني بعد تلقيها بلاغات متعددة، وقد تم التحفظ على الجناة تمهيدا لإحالته بالنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم. وفي منطقة نشطون، كشف المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان في المهرة عوض سعد مبارك كشف عن انتشار وباء السعال الديكي وسط النازحين والمهمشين. مبارك قال إنه تم تسجيل إصابة 37 حالة بسعال الديكي في نشطون خلال اليومين الماضيين، مؤكدا تشكيل فريق طبي متخصص للنزول وتحويل الحالات المصابة كافة إلى مستشفى الغيضة ليتلقوا الرعاية الصحية اللازمة. رياضيا، تغلب نادي حوف على منافسه شباب الغيضة بهدفين نظيفين في ثاني لقاءات دوري الفقيد علوي عقيل بن غدوين لكرة القدم فئة الشباب لأندية المهرة. وفي لقاء آخر تعادل نادي ضبوط مع نادي الأخوين من فئة بطولة الشباب في المباراة التي نظمها الاتحاد العام لكرة القدم بملعب مخبال في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، وحصل لاعب نادي الأخوين نواف محمد على جائزة أفضل لاعب. مشاهدينا الكرام، في نهاية حلقة برنامجنا الأسبوعي من المهرة نستعرض معكم أبرز الأحداث التي شهدتها المهرة خلال هذا الأسبوع. مشاهدينا الأعزاء، استعرضنا معكم أهم أحداث هذا الأسبوع. نلتقيكم الأسبوع المقبل بإطلالة جديدة من برنامجكم من المهرة. في أمان الله.